الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة خاصة جديدة من برنامج حوار المنامة، نتحدث فيها عن الوضع الأمني والحقوقي قبل انتخابات 2014 التي ستجري يوم السبت، مع مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الأستاذ نبيل رجب. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا بك أستاذ العزيز، شرفتنا المرة الثانية في هذا البرنامج. الأستاذ نبيل، هناك الآن انتخابات مزمع أن تقيمها السلطة في يوم السبت المقبل. قبل أن تبدأ هذه الانتخابات نلحظ استهداف كبير لنشاط المعارضة. نشاط المعارضة مستهدف، ندوة وعد تمت محاصرتها، والطلب من رؤساء وأعضاء جمعية وعد أن يكونوا ملتزمين بنقطة محددة، وهي أن تكون الندوة فقط للأعضاء. ما هو التعليق الحقوقي لمثل هذا الإجراء؟ يعني واضح أنها لا توجد، أنه لا توجد أي أجواء انتخابية وأي أجواء ديمقراطية، وبحيث أن الناس لا تستطيع أن تعبر عن رأيها، إن كان عن طريق الندوات وعن طريق الاعتصامات والتظاهرات أو عن طريق التعبير عن الرأي في الإنترنت. عادة في الدول الديمقراطية عندما تكون هناك انتخابات يسمح للنقاش العلني بين كل القوى السياسية الموجودة، المعارضة، المشاركة أو المقاطعة، لتطرح آرائها وتطرح برنامجها السياسي. ولكن واضح هناك تغييب إلى الجزء وإلى شريحة كبيرة من المجتمع، وهي الشريحة التي تقاطع هذه الانتخابات، وبات واضحا أنها لا توجد يعني بيئة ديمقراطية في هذه البلاد، وبات واضح لكل العالم اليوم يعني أن هذه الانتخابات هي فاشلة يعني وسوف لن تنجح. والحكومة بهذه الإجراءات التعسفية وبهذه الاستهدافات التي تطالب المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية، واضح أنها عازمة على المضي في هذه الانتخابات غير عابية بردود الفعل الدولية وبوجهة نظر الناس التي تقول هذه الانتخابات هي انتخابات غير مشروعة، مجرد محاولة للأسف الشديد لتضليل الرأي العام الدولي أكثر منها محاولة للخروج من أزمة سياسية نعاني فيها في هذه البلاد منذ سنوات طويلة. أنا لا أعلم ماذا سوف يحدث غدا وبعد غدا، ولكن الواضح من خلال رصد الشارع البحريني ومراقبة كل ما يجري إن هذه الانتخابات هي فاشلة بأثر مسبق. نعم، مجلس الوزراء البحريني تحدث بأن حتى التحريض، يعني هو اسمه التحريض، يعني أن الإنسان يتحدث إلى الناس ويتحدث عن أهمية قرار مقاطعة الانتخابات يعتبر تحريض، ويعني مجلس الوزراء يقول أن هذه جريمة. هل يعني بالفعل هذه جريمة؟ طبعاً وفق معايير القانون طبعاً والحقوق. المشاركة هو مشروع سياسي، والمقاطعة كذلك هو مشروع سياسي، ولكل الحق بطرح مشروعه السياسي والدعوة إليه والدعاية إلى هذا المشروع والذهاب وراء المشروع حتى أنجح هذا المشروع. المقاطعين عندهم مشروع وعندهم سبب، وسبب مشروع في مقاطعة هذه الانتخابات إلى حياة سياسية سليمة، يعبر الناس عن آرائهم، يحصل الناس على حقوقهم، يكون هناك برلمان ذو صلاحيات في المراقبة وفي التشريع، ولكن هذا سوف لن يتم. ومن حقهم أن يقاطعوا، ومن حقهم أن يضغطوا من خلال هذه المقاطعة، وأن يسوقوا أو يدعوا إلى الناس إلى المقاطعة. قرار السلطة بمنع هذه دعوة الناس إلى المقاطعة هو خاطئ، وهو الذي يفترض أن يعد جريمة حقيقة، وهو منافي لكل الشرائع والمواثيق الدولي لحقوق الإنسان، خصوصا المعنية بالحق في التعبير أو في تقرير المصير. نعم، بمناسبة الحديث عن الجانب الدولي، هل تعرف أستاذ نبيل أي منظمة دولية حقوقية، سواء كانت تعني بالانتخابات أو تعني بحقوق الإنسان بشكل عام، تأمل أن تفرز هذه الانتخابات حلول متدرجة إلى الأزمة البحرينية، أم أن كل مقتنع بأنها لن تنجح؟ واضح أن المجتمع الدولي غير مقتنع بهذه الإجراءات التي تتخذها السلطة من طرف واحد. واضح أن السلطة سوف تفشل، ولو أنه للأسف الشديد بريطانيا توقف موقفا مختلف في دعم النظام الحاكم،
وتحاول أن تكتل تعبئ المجتمعات الأوروبية أو الحكومات الأوروبية لتبني نفس الرأي لحد ما في بعض الوقت ربما تنجح في بعض الوقت لا تنجح، ولكن واضح المجتمع الدولي واضح بالنسبة له هذه الانتخابات لا تمثل الشارع والشعب البحريني. المنظمات الدولية أصدرت بيانات اليوم وأمس وغدا وبعد غد، أعتقد سوف تكون هناك بيانات دولية كثيرة في هذا الخصوص. نعم، الانتخابات يجب أن تسفر عن بعد أن تكون هناك مصالحة وبعد أن يكون هناك حوار حقيقي للخروج من الأزمة ثم يتفق على نوعية وطبيعة الانتخابات. هذا لم يحصل. نعم. ولهذا السبب نقول هذه الانتخابات هي تعبر عن السلطة، سوف تراقبها السلطة، سوف تقوم بها السلطة، سوف تكون هناك مشاركة ربما 20-35% حسب تقدير الشخصي. السلطة سوف تحاول أن تضلل العالم وتسوق هذا المشروع وعلى أنه مشروع ناجح. ربما للأسف الشديد البريطانيين يساهمون أو يساعدون الحكومة البحرينية في ذلك، ولكن عاجلا سوف يكتشفون ومن خلال الشارع أن هذه الانتخابات ساهمت في تعميق الأزمة الحاصلة في داخل البلاد وليس حل الإشكالية. نعم، بمناسبة الحديث عن محاولات الإقناع من قبل السلطة البحرينية للعالم، هناك تصريح صدر مساء أمس إلى السيد عبد الله البعينين رئيس دائرة التشريع المشرف على الانتخابات. زعم الأستاذ عبد الله بأن التصويت خارج البحرين فاق المتوقع، لكنه لم يقدم أي رقم محدد من جهة ولم يقدم صور تثبت كثافة المشاركة، يعني يبدو فيها الناس بالطوابير الطويلة يشاركون. فكيف ترى يعني هذا السياق؟ لماذا لم يقدم رقم محدد ولماذا لم يقدم حتى صور تثبت هذا الأمر؟ يعني بعيدا عن تفصيل التصريح، ولكن بما أن السلطة ذهبت وراء المشروع سوف تحاول أن تقول العالم أنه مشروع ناجح. من هي الجهة الرقابية الدولية؟ من هي الجهة الرقابية المستقلة التي تراقب كل هذه الإجراءات؟ انتخابات، قوانين الانتخابات، إجراءات الانتخابات، وجود رقابة دولية ووجود رقابة من منظمات حقوق الإنسان معتمدة معتبرة ذات مصداقية غير موجودة. البحرين ترفض، السلطة ترفض وجود أي رقابة، وسوف ترفض لأنها يعني غير سائرة في الطريق السليم وتعلم ذلك وتعلم أن أي رقابة سوف تكشف ذلك. وواضح الآن بعد ما نشر في اليومين السابقين أن السلطة تحاول أن تزيف أصوات الناخبين أو تزيف النسبة المشاركة من خلال التلاعب في يعني إزالة بعض الكتلة كبيرة من أسماء المشاركين. نعم. وهذا واضح أن هناك سوف يكون تزوير بشكل أو مباشر أو شكل غير مباشر. لا توجد رقابة، لا توجد مؤسسات دولية تراقب، السلطة هي اللاعب الوحيد الآن وتقول ما تقول، ولكن كم من عالم والمجتمع الدولي سوف يصدق هذا؟ الشارع وثبات الجمعيات السياسية والحقوقية هو سوف الذي يقنع العالم. الآن ما سوف يحصل بعد الانتخابات؟ صارت اعتقالات بشكل كبير قبل هذه الانتخابات، صارت استهدافات بشكل كبير، ولو كانت الانتخابات هي حل للأزمة السياسية لما كان هناك اعتقالات، لما كان هناك آلاف المعتقلين السياسيين. ولهذا السبب أنا لا أتوقع أن تنجح هذه الانتخابات مهما حاولت السلطة إقناع العالم عن طريق المؤسسات العلاقات العامة التي تعمل على تسويق المشروع الحكومي، ولكن واضح بالنسبة للعالم أنه مشروع فاشل. نعم، كنت سأتحدث معك عن نقطة أثرتها الآن في الإجابة بأن هناك معلومات تحدثت من قبل بعض المصادر النيابية نشرتها بعض الصحف الإلكترونية بأن هناك عدد كبير من المواطنين الذين يحق لهم التصويت تم استبعادهم وشطبهم من جداول الانتخابات، ويعني تم الاستعانة أو وضع مكانهم مجنسين حسب الخبر. بالفعل هل مثل هذا الأمر واقع؟ وهل جربت أستاذ نبيل أن يعني حضرتك أو أي شخص قريب منك أن يبحث عن اسمه في الموقع؟ أنا شخصيا تفاجأت بهذا الخبر حقيقة، وبعد نشر هذا الخبر في مرآة البحرين أخبرت زوجتي لنتأكد نحن الاثنين ونذهب إلى هذا وذهبنا إلى الموقع ووضعنا أسماءنا، واتضح أن أسماءنا تم إزالتها وغير موجودة في قائمة الناخبين، وهذا يؤكد أن هناك مشكلة وهناك مشروع تزوير مسبق.
تم الإعداد إليه. وهناك قانون حسب ما عرفت الآن أن هناك قانون يعطي المشروعية إلى السلطة لحذف بعض الأسماء من جدول الناخبين على اعتبار أنهم لم يمارسوا. هذا انتهاك لحق الناس، هذا انتهاك واضح بعيدا عن أن يكون مشروعا. لماذا انتهاك يعني؟ مرسوما أو كان قانونا. أحد الأمور التي يجب أن تكون واضحة للعالم، القانون ليس المشروعية، القانون لا يعطي. هناك حقوق، حق الاقتراع، حق التعبير، حق الاشتراك في تظاهرات، حق دستوري، حق ولو الدستور نفى هذا الحق، هذا لا ينفي مشروعية الحق. نعم. هذه حقوق أساسية أعطاها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان للناس، لا يجوز بقانون أن تزيل أو تأخذ هذا الحق من الناس. لي الحق أن أشارك في الانتخابات، الآن ما شارك في الانتخابات السابقة، تزيع يعني تقوم تشيل حقي في الانتخابات، هذا لا يجوز. الآن أصدر قانون، نعم أصدرت قانون، ولكن القانون غير مشروع، غير مشروع بالطريقة التي خرج منها هذا القانون، من خلال مؤسسة غير معبرة عن رأي الناخبين ورأي الشارع البحرين بصورة حقيقية. وثانية، حتى لو كانت كذلك لا يجوز أن تنتهك حقوق الإنسان. حتى لو بكرة كل المعارضة اشتركوا في البرلمان وأصدروا قانون يسلب حق الناس، هذا قانون غير مشروع. نعم بالمناسبة، حتى لو كان هذا المعبر عن رأي الشارع. بالمناسبة هذا التعديل اللي هو مرسوم رقم 57 لسنة 2014 يعني أقر حديثا بعد انتهاء المجلس. واضح أن العملية معدة سلفا. نعم. أن إزالة هذه الكتلة الكبيرة من الناخبين لكي يحصلوا على نسبة مشاركة كبيرة، ولكن الآن واضح بالنسبة للعالم أن حتى لو حصلوا على نسبة كبيرة، يعني كنت أتحدث مع أحد الصحفيات الأجنبيات وقلت لها يعني روحي الإنترنت الآن، روحي تويتر وكتبي من سوف يشارك من لم يشارك، وتعرفين رأي العام البحريني. نعم. يعني ليس من الصعب اليوم، ما يحتاج الحكومة تقول هل كثر شاركوا وهل كثر قاطعوا. روح النقاش الموجود على المنتديات الاجتماعية سوف تعرف أين هي الأغلبية موجودة. نعم الأستاذ نبيل تحدث عن نقطة الرقابة على الانتخابات، هناك جمعيات أهلية قررت واندكت في هذا المشروع أنها تقدم يعني دربت مراقبين وسوف تراقب، مثل جمعية الشفافية، جمعيات شبابية أخرى، يعني بعيدا عن الأسماء لكن هناك جمعيات أهلية، فباعتقادك هل ستستطيع هذه الجمعيات أن تقدم شهادة حقيقية؟ طبعا لا، لأن هذه الجمعيات وكل الاحترام لهذه الجمعيات سوف تراقب هذا الإجراء في ذلك اليوم، هي لا تراقب ما عد سلفا من قوانين وإجراءات، ستراقب هل هذه البطاقة مزورة غير مزورة وكيف تم إزالتها، هل سوف تعطى هذه المعلومات أن كتلة كبيرة من الناخبين تم إزالتها وتم كتلة كبيرة من المجنسين تم إضافتها. طبعا لا، هي سوف تراقب ذاك الحدث في ذاك اليوم، الرقابة تبدأ بأشهر كبيرة قبل ذاك اليوم، هل أعطيت هذا الحق لكشف كل هذه الكشوف الكتلة الانتخابية وإذا أدخلت ناس أو لا؟ لا، هذا غير متاح لأي جمعية، ولذلك سوف تكون هذه الرقابة ناقصة، ويجب يكون واضحين وعدم إعطاء المشروعية لهذه الانتخابات من خلال هذه الرقابة، لأن العالم ربما لا الصورة غير واضحة. نعم. لما تقول الرقابة متجاهلة كل هذه الإجراءات التي تمت على مدى الأشهر الماضية، ربما النتيجة لا تكون دقيقة. هل تتحمل هذه الجمعيات مسؤولية ما في بعد أن تظهر يعني النتائج؟ يعني النتائج تقييم الجمعيات هو سوف يبين، يعني من المبكر تقييم عملهم الآن، ولكن لنرى ما هو يعني التقرير. لكن رأيك الشخصي بأن لن يعني رأيي الشخصي، أما أن تراقب الإجراءات من بدايتها إلى نهايتها أو لا تعطي المشروعية. نعم. راقب الإجراءات، أعرف الكتلة الانتخابية عددها كيف تم هذا وكيف تم ذاك، وبعدين لا تعطي المشروعية لعملية تلاعب تجرى من قبل طرف في السلطة أو السلطة بأكملها. نعم أستاذ نبيل، نستأذنك في فاصل قصير. الأخوة والأخوات، فاصل قصير ونعود لمتابعة الحوار مع الأستاذ. Thank you.
الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الفقرة الثانية مع الأستاذ نبيل رجب، حوار قبل الانتخابات والوضع الأمني والحقوقي. بالتزامن مع الانتخابات تحدث الأستاذ نبيل بأن هناك إجراءات أمنية شديدة، يعني من مداهمات واعتقالات، وتم اعتقال بعض النساء، تم الإفراج عن معظمهن أو الكل ربما في هذه الأيام. أيضا يعني بالتزامن مع ذلك حدثت جرائم كبيرة في البحرين، السطو المسلح، يعني 3 جرائم تقريبا في متعاقبة في خلال 3 أيام. يعني من الجانب الأمني، هل تشعر بالقلق يعني، وهل هناك يعني أن خلف الأكمة ما وراءها كما يقال؟ لماذا جرت هذه الأمور في وقت قريب من الانتخابات وبشكل لم يتعوده المجتمع البحريني؟ والله بالنسبة لي أنا حقيقة الصورة غير واضحة للآن، وخصوصا يعني هناك بعض الأخبار غير متاحة وغير معلنة للمواطن العادي. هناك الحكومة تتحدث عن عمليات إرهاب وغيرها، وتطلع بصور وتفاصيل لناس يعني متهمين بقضايا لها علاقة بالوضع السياسي في البحرين، ولكن في نفس الوقت هي تتحدث عن قضايا وجرائم مسلحة تعرض أسلحة. هؤلاء الناس السياسية وكيف حصل ذلك، هي تحاول أن تخفي هذا الجانب. من هم هؤلاء؟ أنا يعني مو واضح الصورة، ولكن الواضح أن السلطة تتعامل بإزدواجية في نوعين من القضايا. بعض القضايا ما تطلق عليها السلطة أنها عمليات إرهابية وهي جزء من الحراك الشعبي الكائن، وجزء آخر أن هناك ربما عمليات إرهابية حقيقية والسلطة تحاول أن تخفي عن الناس. لم يخرج أحد من السلطة ليقنع العالم والمجتمع البحريني ويبرر ليش أخفيتون صورهم وأخرجتون صور هؤلاء الناس، ليش هؤلاء اللي يشاركون في عمليات السطو المسلح هم مخفيين عن العيان بالنسبة للمجتمع وهؤلاء الناس تخرجون صورهم. الأسلحة التي وضعتونها وشكلها بالستيل والفضي وشكل راقي من الأسلحة، يعني من هم وراء؟ أنا يعني لا أطلب نشر صور الناس، أنا ضد نشر صور الناس الذين لم تدينهم أي محكمة، ولكن أقول لماذا هذه الإزدواجية في المعايير؟ يعني يجب أن لا تنشر صورهم جميعا، ولكن الآن السؤال المطروح، أنت نشرت صور هؤلاء الناس، لماذا لم تنشر صور هؤلاء الناس؟ نعم. ما هي هناك الكثير من علامات الاستفهام تحتاج إلى إجابة. عمليات السطو مسلح في البحرين، من أين جاءت الأسلحة؟ ومن هم هؤلاء الناس الذين يملكون الأسلحة؟ نحن على قناعة، أكون على خطأ وعلى صح، ولكن شخصيا أنا على قناعة الحراك المطالب بالديمقراطية في البحرين والشعبي بما فيهم هؤلاء اللي يسدون الشوارع ويضربون مولوتوف وما عندهم أسلحة، ولو هناك كانت أسلحة حقيقية لاستعملت. تتحدث السلطة أسلحة وأسلحة، ولكن أين هي الأسلحة؟ كيف؟ نعم. هي لم تستخدم، وأنا لا أثق في السلطة واقعا، وهناك تاريخ طويل يعني يدفعني لعدم الثقة في يوم من الأيام قالوا الدكاترة وفي الأطباء السلمانية أكو أسلحة وطلعوا من السقوف رشاشات، وبعدين طلع السالفة كلها مركبة من قبل الأجهزة. نعم. الآن أنتم تتهمون هؤلاء الناس، إحنا تقولونهم عندهم أسلحة، بس وين هي الأسلحة؟ لماذا لم تستخدم؟ في طرف آخر هناك ناس استخدموا أسلحة، وهناك ناس وينهم؟ ليش؟ لماذا أخفيتهم عن الشارع البحريني وعن المجتمع الدولي؟ أنا الصورة غير واضحة لي لحد الآن، ولذلك أنا لا أتحدث فيها، يعني على الأقل من خلال كلامي أو في تغريداتي لم أتحدث، قاعد أبحث عن ما هو السر في ذلك. طبعا الشارع البحريني وغالبية الناس يقول لك هذا لأن أنا بحارنا وشيعة، ودين ربما من اللي جاوا بالخارج او من وليسوا شيعة، ولذلك انا لا اتحدث حتى انا اتاكد من هذه المعلومة، وانا لازلت في صدد البحث في هذا الموضوع اكثر. نعم. هناك بالفعل علامة استفهام كبيرة على بعض ما حدث في الايام الاخيرة، ولكن اي متتبع الاستاذ نبيل الى الوضع البحريني يرى ان الدولة الامنية في البحرين تتغول، وهناك قرارات في كل شيء، ربما حتى تصل حتى الان في البعثات وفي التعليم وفي يعني تقييم الأشخاص في أدق التفاصيل. كيف ترى مستقبل البلد في ظل
مثل هذه الأزمة في ظل تغول الدولة الأمنية، والإنسان يشعر بأنه مصادر حقه في التعبير وحقه في العمل وفي التعليم؟ يعني الواضح الآن البحرين تحولت إلى دولة بوليسية، إلى أي مدى سوف تستمر هكذا صعب التخمين، لأن الدولة تنهار بهذه الصورة. يظل البوليس هو يحكم كل شيء، وهذا الآن هناك استهداف واضح لأبناء الطائفة الشيعية على جميع المستويات الاقتصادية والتعليمية والثقافية، وهي حرب حقيقة ضد أبناء الطائفة الشيعية على جميع الأصعدة. إلى ما أي مدى سوف تذهب السلطة في هذه الحرب ضد الشيعة؟ أي واحد حكيم سوف يصل إلى نتيجة أن الدولة سوف تتفكك بهذه الصورة مجتمعياً، والهو تكبر بين الناس وبين السلطة. هناك يعني مستقبل مظلم، ولكن نحمد الله أن الشارع لا زال ملتزماً بسلميته، والمعارضة لم تنجر إلى أي من العنف الحاصل الممارس من قبل السلطة. السلطة لديها كل خيوط القوة الآن، الجيش، العسكر، الشرطة، الأمن، المخابرات، القضاء، وتحاول تستخدم هذه المؤسسات لقمع الناس، لانتهاك حريتهم في التعبير. وإلا اليوم الكثير من الناس هناك في السجون على تغريدة عملوه هنا والتصريح، لا يسجن أحد على قول قيل أو كلام كتب في أي دولة ديمقراطية. وحتى لو شتم نبيل، شتم حسين، في أكثر الحالات يغرم الشخص، ولكن لا يسجن على قول قاله أو على كلام كتبه. الآن ليس الشخص حسين يشتكي على الناس، الآن الدولة هي التي تشتكي على الأفراد. الدولة التي يفترض أن تحمي حقوق الناس في التعبير وتكون محل للنقد والمحاسبة، هي تحذر الناس وتستهدف الناس إذا انتقدوها، وتخوف الناس إذا، ولذلك هي تستهدف فلان وفلتان. الآن نحن لسنا متجهين في الطريق السليم. إلى أي مدى يعتقد النظام أنه يسير في هذا المسار سوف يخدم مصلحة النظام؟ أكيد لا. أي حكيم ومراقب سوف يقتنع أن الدولة سائرة في الطريق الخطأ. إلى أي مدى سوف يستمر لا أعلم، ولكن هذا هناك في الجانب الآخر نضال شعبي قائم على الشارع، غير راضي، غير مستسلم إلى هذا القمع، غير مستسلم إلى هذه الإجراءات البوليسية، وهذا ما يبشر بالخير. نعم. حراك الشعبي السلمي، حراك السياسي السلمي القائم، هذا يبشر بخير. الاستمرار هو المطلوب الآن، الحراك السلمي المدافع عن حقوق الناس، المطالب بحقوق الناس المسلوبة، عدم الانجرار إلى العنف. نعم. العنف هو الملعب الذي تنجح فيه السلطة. إن استطعنا الاستمرار في هذا الحراك بسلميتنا نحن منتصرين قبل النتائج المادية، حسابات 1-2. الاستمرار على الرغم من كل هذا القمع والاستهداف بسلميتنا وعدم الرضوخ وعدم الاستسلام وعدم الانبطاح، نعم، هو بحد ذاته انتصار. نعم أستاذ نبيل، الشعب يمتلك ربما القدرة على ضبط نفسه، و جميع الشخصيات الفاعلة والجهات الفاعلة تدفع باتجاه أن يتم ضبط أي ردات فعل شعبية تجاه أي شيء يحدث. ولكن البحرين، هل بهذه الطريقة ستصبح البحرين عنصر استقرار إلى الإقليم والعالم؟ الموقف الدولي، يعني هذا الكلام يجرنا إلى الموقف الدولي. الشعب سيصبر، ولكن بالنسبة للأمريكيين، بالنسبة للبريطانيين، بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بالنسبة إلى دول الإقليم أيضا التي ترتبط البحرين معها بمنظومة قديمة وليست حديثة، كيف يمكن أن يعني يساهم هذا المجتمع الإقليمي والدولي في تغيير هذا الواقع؟ لأن ربما يعني من خلال القراءة الأولية بأن البحرين لن تكون عنصر استقرار. يعني أنا هذا الكلام 3 سنوات صالي وقلته، ورديت كررتها قبل دخول السجن في أكثر من تغريدة وبعد خروجي من السجن، إنني أخشى أن تكون البحرين سبب في صراع إقليمي. عدم حكمة من ماسك بالخيوط السياسية في هذه البلاد هو يدفع البلاد نحو الصراعات في المنطقة والاستقطابات في المنطقة. ويوم ورا يوم أتأكد أن ما قلته هو صحيح،
ولكن إلى أين؟ الآن الواضح بالنسبة إلى العالم والمجتمع الدولي النظام فشل في مشروع. مهما يكتب في الصحف المحلية عالميا معروف النظام فشل في مشروع. لهذا السبب ترى حتى المسؤولين والسياسيين الرسميين لا يستطيعون اليوم الذهاب والسفر لا يستقبلون في كل دولة من دول العالم. البحرين أصبحت كعلاقة عبء على كثير من الدول. يوم من الأيام أصبحت عبء على الولايات المتحدة، اليوم عبء على بريطانيا، ويوم ورا يوم سوف يكتشف البريطانيون أن هذه العلاقة وعدم الحكمة حكومة هذه الدولة في حل الإشكاليات السياسية سوف يخلق من هذه الدولة عبء على المجتمع الدولي. نعم أستاذ نبيل، يعني ألاحظ بأنك تركز كثيرا على الموقف البريطاني، وكان قبل يعني أسبوع تقريبا الشيخ علي سلمان موجود وتكلم أيضا، دعا بريطانيا إلى إعادة تقييم موقفها تجاه الشعب البحريني وحقوقه. ما هو حقيقة الموقف البريطاني بشكل واضح إلى الشعب والناس؟ يعني موقف البريطاني هو مساند إلى الحكومة البحرينية والداعم على الصعيد المحلي والصعيد الدولي، هو يحاول أن يضلل العالم أن هناك مشروع ناجح، وليس كذلك. هو ذهب أكثر من هذا الخط من خلال تشويه سمعة المعارضة البحرينية، تشويه سمعة الحراك الحقوقي البحريني على الصعيد الدولي. مثلا التقيت مع أكثر من دولة أوروبية في وزارات الخارجية، واكتشفت أن التقييم المسبق الموجود عندهم هو جاء عن طريق السفارة البريطانية، وهو تقييم خاطئ بما فيه أن هؤلاء الحقوقيين ونبي الرجب منهم هم يدعمون الحراك العنيف في الشارع البحريني. يعني الدولة البريطانية تتبرع بإرسال تقارير إلى، بما أن هذه الكثير من الدول الأوروبية ليست لديها علاقة مباشرة أو سفارة في البحرين، والبحرين وبريطانيا هم الأقرب، دائما يستقبل الاتحاد الأوروبي يستقي معلوماته من السفارة البريطانية. السفارة البريطانية هي التي وراء الموقف الأوروبي، وتعزز هذا عندما زيارتنا الأخيرة. والموقف البريطاني هو غير صحيح، يضلل، ويجب أن توضيح هذا. هذا من جهة. من جهة ثانية هناك مجتمع بريطاني محب للديمقراطية، داعم للديمقراطية، هناك قوانين، هناك محاكم، هناك مؤسسات، مجتمع مدني، هناك منظمات حقوقية كلها تقف مع نضال شعب البحرين من أجل الديمقراطية، ولكن هناك حكومة تختلف عن الشعب. الآن هذا الموقف الشعبي كيف نخليه أن يؤثر على الحكومة البريطانية؟ هذا ما نعمله الآن، وهذا ما أعتقد أننا سوف ننجح في نهاية المطاف كما نجحنا في الولايات المتحدة الأمريكية ولو بشكل بسيط، ولكن سوف نعمل على تغيير الموقف البريطاني، خصوصا الشارع البريطاني غير واعي لهذه السالفة أن الحكومة البريطانية تتحدث عن ديمقراطية وحقوق الإنسان في كل أطراف العالم، ولكن هنا في الخليج نتيجة لمصالحهم، نتيجة للعقود الأسلحة، عقود البزنس والتجارة بينهم، يحاولون أن يغضون النظر. كيف تدافع الحكومة البريطانية عندما تتحدثون معهم أو آخرين إذا سمعت، بماذا يعني ترد على انتقالات؟ يعني أنا لم ألتقي مع البريطانيين منذ 10 سنوات، ولكن أعرف أن السفارة تقوم بدور سلبي في البحرين، عندي معلومات أكيدة من كثير من الدول الأوروبية، والكثير من الدول الأوروبية ينتقد الموقف البريطاني، والكثير من أعضاء البرلمان الأوروبي أخبرونا أنهم ينتقدون الموقف البريطاني ولا يلعبون الدور الصحيح الذي يجب أن يلعبون به كدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان. ولكن هذا نحن مجتمع حقوقي سياسي موجود في البحرين، العبء والدور علينا أن نغير هذا. للأسف الشديد على مدى السنوات الماضية انشغل المجتمع المدني وانشغلوا السياسيين في كثير من الأمور وأهملوا بعض الجهات. اليوم نحن كحراك حقوقي صرنا أقوى من قبل. وجودي في السجن لم يضعف الحراك الحقوقي بل قواه. لدينا مؤسسات حقوقية تعني بموضوع الحقوق في البحرين، في أمريكا، في دول اسكندنافية، في بريطانيا، وقريبا في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وفيما بعد إن شاء الله في جنيف. نحن نقوى وعلاقاتنا تقوى ونساهم وندافع. بعض عملنا يكون له تأثير إيجابي واقعا في داخل البحرين ربما، وبعض لا زال يحتاج إلى ضغط، يحتاج، وهو عملنا، هو من صلب عملنا كنشطاء حقوقيين وكمؤسسات حقوقية تشكيل الضغط للتغيير، ونحن نعمل على ذلك.
وأنا متأكد نحن يعني قادرين على تشكيل رأي أوروبي ورأي عالمي يعني ينتقد ويضغط لتغيير هذه السياسة الوهمية. نعم أستاذ نبيل، شاكر لك على هذه الإجابات. الإخوة والأخوات، فاصل قصير آخر ونعود لاستكمال الحوار مع الأستاذ نبيل رجب. في هذا الحوار مع الأستاذ نبيل رجب قبل انتخابات 2014. الأستاذ نبيل، تعرضت للاعتقال الأخير يعني وتم الإفراج عنك بشكل يعني سريع إلى حد ما. هل تعتقد بأن يعني محاولة السلطة أن تقول بأن البحرين وضعها جيد يعني تم إخراجك لفترة الانتخابات، وهل تتخوف من ما هو قادم؟ يعني ربما تقييم غير صحيح. أنا لم أخرج، لم يتم إطلاق سراحي سريعا، لأن نفس التهمة ونفس القضية كانت ضدي قبل حوالي سنتين، والمحكمة الأولية أدانتني ب 200 دينار غرامة، وفيما بعد برأتني حتى وأعطوني 200 دينار. يعني بمعنى أن حتى هذه الإدانة كانت ربما 200 دينار. هم الآن قبل أن تحكم المحكمة سجنوني أكثر من شهر. أتمنى أن لا، يعني أتمنى أن تنتهي هكذا، وأتمنى أن يطلق سراحي، ولا أتمنى إلى الأمور أن تنسوء بصورة أكثر. يعني أنا عبرت عن رأيي، تختلف وتتفق معي، رأيي عبرت عنه وسوف أستمر في التعبير عن رأيي، ويؤسفني إن كان هذا الرأي يزعجك، ولكن هو رأيي وسوف أستمر. وضعي في السجن لن يحل أي أزمة في البحرين، بل سيعقد الأمور كما هي وضع كل السجناء اليوم. 3 سنوات أو 4 منذ وضع كل هؤلاء الناس في السجون، هل وصلنا إلى حل؟ اليوم الأزمة صارت أعمق، الخلاف صار أكبر، هوة بين الحكومة والناس صارت أكبر. هذا النوع سوف لن يحل، هذه الرعونة في التعامل مع الناس هذا سوف لن يحل. أنا ناشط حقوق إنسان، أنا أنتقد السلطة، ومن صلب عملي أن أنتقد الانتهاكات التي تقوم بها السلطة، وليس المطلوب مني أن أمسح و هادن السلطة. أنا أنتقد السلطة وأنتقد كل انتهاكات تقوم بها السلطة، وسوف أستمر في انتقاد السلطة والانتهاكات. الآن هم سوف يضعوني في السجن، مؤسف إن كان ذلك، ولكن أكيد أنه سوف لن يحل الإشكالية. نعم. وضعوني في السجن قبل أكثر من سنتين، وخرجت، وجودي في السجن قوى الحراك الحقوقي. نعم. وصار مضاعف، ووضعي في السجن مرة ثانية أيضا قوى الحراك الحقوقي، وضعي في السجن مرة ثالثة سوف يقوي الحراك الحقوقي، يعني ربما ولن يفيد المستقبل. نعم. البحرين. نعم، ربما هناك وجهة نظر مختلفة بأن هناك تخوف على مستقبل مركز البحرين لحقوق الإنسان إذا ما تم يعني اعتقال نبيل رجب. يعني لو أي شيء بيصير مركز البحرين لحقوق الإنسان، كان من سنتين كان أغلق المركز، ولكن البحرين، مركز البحرين صار أقوى اليوم. مركز البحرين ليس نبيل رجب، أعضاء مناضلين يعملون ليلا نهارا. أنا الواجهة، الذين يقومون بالجهد والذين يقومون بالعمل هم بنات وشباب وشابات في البحرين وخارج البحرين، يعملون 24 ساعة. للأسف الشديد هم يجب أن يكونوا الأشخاص المشهورين، ولكن شاءت الظروف الأمنية أن لا يعملوا بهذه يعني. نعم، لكن الأستاذ نبيل، نعرف جميعا بأن المركز تغير وضعه الآن، يعني ربما تضطر لسؤالك حول سبب استقالة الأستاذة الناشطة الحقوقية مريم الخواجة من المركز، وهي كانت فاعلة جدا في غيابك يعني، فما أدري شلون ممكن. مريم هي بنتي ولا زالت، وبنت صديقي ومؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان أستاذ الكبير عبد الهادي الخواجة، هو أستاذنا معلمنا في حقوق الإنسان، هو معلم مريم، معلم زينب، معلمي أنا. ومريم ارتأت أن تستقيل، وهي تعمل أيضا معي في مركز الخليج لحقوق الإنسان، وربما غدا تعمل معي في طرف أخرى. مريم ليست الأولى التي تستقيل من مركز البحرين لحقوق الإنسان، وليست الأخيرة، وهذا شيء طبيعي. أما تفصيل إن كان هناك سبب يجب أن تسأل هي.
أنا لا ليس لدي علم يعني غير نعم. أنها استقالت وهي تعمل معي في مؤسسة أخرى. نعم تحدثت بأن الوضع الملف الحقوقي في الخارج يعني هو ملف البحريني، الملف البحريني الحقوقي في الخارج ملف متفاعل، وهناك نية لفتح مكتب في بروكسل وربما في جنيف. ألم يكن وجودك في الخارج أستاذ نبيل كان بيساهم وبسرع في حل هذه الأمور بشكل يعني وأن تكون موضع التنفيذ بشكل أسرع؟ يعني طبعا على الصعيد الدولي وجودي في الخارج ربما راح يدفع أمور الجانب الحقوقي إلى الأمام وعلى الصعيد الدولي، بس هل هو الأصلح إلى يعني أن أظل في الخارج؟ وهل هو الأصلح لكل النشطاء أن يخرجوا خارج بلادهم؟ ما هو الأصلح؟ يعني أنا بحريني ابن عن جد بحريني، وأنا لا أقبل أن يقوم النظام بنفي ولا أقبل النفي الإرادي. إن فاني النظام شيء آخر، أنا سوف أبقى داخل بلدي. هذا إلى جانب شيء آخر، أسرتي، أسرتي تفضل أن أكون في السجن في البحرين على أن أكون خارج البحرين. نعم. وأنا أخذ رأي أسرتي يعني زوجتي وأولادي، هم قالوا لي نحن نفضل أن تكون في السجن في البحرين ولا تكون خارج البحرين. وهناك ناس في البحرين يرون نبيل كيعني يعطيهم نوع من الأمل وجود نبيل بينهم، وأنا أفضل أن أكون بين الناس يعني. وفي الخارج العمل ساير الحمد لله. نعم. والمؤسسات شغالة. أنا لا أعمل في مؤسسة على أساس فردي وأساس شخصي، ولم نبني مؤسسة قائمة على أساس شخصي وأساس فردي. مؤسساتي، نحن نعمل على أساس مؤسساتي. نبيل داخل السجن، نبيل بكرة يموت، نبيل باكر يطلع. العمل الحقوقي يوم ورا يوم في تصاعد الحمد لله. نعم. بعد الانتخابات يعني نعود الانتخابات الآن، بعد الانتخابات ما الذي يعني يتوقعه نبيل رجب؟ هل تتوقع أن يتصاعد هذا الحراك أو أن تشتد يعني قبضة السلطة الأمنية وأن تكون هناك انتقامات كما يعني يتم التهويل أحيانا؟ يعني هل هو يعني لا أتمنى ذلك ولا أعتقد ذلك. أتمنى بالعكس السلطة تأخذ مبادرة إيجابية وتطلق سراح كل السجناء السياسيين في البحرين وتعطي رسائل إيجابية للعالم أنهم مقبلة على يعني، وتراجع موقفها السياسي ككل في موضوع هذه الانتخابات ومشروعيتها، وتجلس مع المعارضة لحل هذه الإشكاليات السياسية. المعارضة اليوم ممثلة للشارع البحريني شئت أم أبيت، الغالبية من الشارع البحريني واضح. مسيرة المعارضة اليوم يشارك فيها أكثر من 100,000 شخص، وهذا حتى في فرنسا ليس من السهولة أن تأتي بمئة ألف شخص في مسيرة واحدة. المعارضة واضح أن هي لديها الشعبية ولديها المشروعية الشعبية. أنا طبعا أدعو المعارضة الحكومة أن تجلس مع المعارضة لحل هذه الملفات. ما يعنيني في الموضوع الملفات الحقوقية، المعتقلين والسجناء السياسيين الذين يجب أن يفرج عنهم. رموز المؤسسات السياسية والحركات السياسية والحقوقية يجب أن يفرج عنهم. الاستمرار بتشريع قوانين تنتهك حقوق الإنسان سوف لن يحل. تجميد هذه القوانين نحو حلها، تجميد هذه المؤسسات، تغيير السياسة الأمنية، تغيير استراتيجية النظام في التعامل مع الشارع البحريني. إن كان هناك حكمة في السياسة القادمة يجب أن تكون كذلك. التصعيد هو جزئي يعني، في نهاية المطاف سوف لن تنجح السلطة بحل المسألة السياسية بطريقة أمنية. نعم. هل يعني تتحدث عن المشروعية الشعبية موجودة لدى المعارضة، هل تتوقع نجاح ساحق إلى المقاطعة؟ أكيد واضح يعني، واضح الآن أن المقاطعة يعني 70% 65-70% واضح يعني. أنا أعمل استفتاءات يومية في موقعي ولك أن ترى ونتيجة الاستفتاءات. طبعا في الاستفتاءات أجلها كلها 95-99%، ولكن نأخذ في الاعتبار أن غالبية من يتبعني في المنتديات الاجتماعية هم من المعارضة. ولكن أنا أعتقد 70% 65-70% مقاطعة واضح راح تكون، ولو قال النظام خلاف ذلك ولكن واضح. أي واحد ينزل في الانترنت ويقرأ على الرغم من كل العضويات الوهمية التي يخلقونها جماعة السلطة، ولكن واضح أن الشارع للمعارضة. الآن النظام يعني يتعامل معك بالسلاح، بالبوليس. نعم. بالقانون، بالمحاكم. يعني خلي كل هذه المؤسسات تستهدف العمل الحقوقي، تستهدف العمل السياسي، ولكن الأكيد أن هذا هذه الإجراءات سوف لن تأتي بحل سياسي. الجلوس مع قوى المعارضة هو
عامل الحكيم الوحيد، وأنا أدعو السلطة طبعا إلى الجلوس مع قوى المعارضة وحل هذه الإشكاليات، وإلا نحن مقبلين على أزمة أكبر للأسف الشديد. يعني ألا تعتقد بأن تكرار قبول المعارضة بأي حوار يعرض عليها هو موقف خاطئ؟ يعني أنت تدعو أمامك تجارب، يعني 3-4 حوارات كلها فشلت يعني للأسف الشديد، وأنت تدعو أيضا، يعني لا تعتقد أن تكرار قبول أي مبادرة؟ لا أنا ما أقول تكرار قبول، طبعا قرار المعارضة هو قرار هم يتخذونه، ولكن المعارضة الخلاف المشكلة مع المعارضة أنها دخلت بدون وضوح في الرؤية، النظام لم يطرح شيء واضح، شنو الحوار اللي انت تحدث عنه، شنو مواضيع الحوار، شنو آليات الحوار، شنو البرنامج الزمني للحوار، من هم أطراف في الحوار، هذه الأمور كلها يجب الاتفاق عليها قبل الشروع في أي حوار. هذا المعارضة لم تضعه في البداية، هذا يجب أن يكون واضح. هناك خلافات واضحة عند المعارضة شفافة، السلطة تتعامل بوهمية ضبابية. المعارضة يجب أن تكون واضحة مطالبنا آلياتنا، ما تتفقون عليه وما لا تتفقون أخبرونا قبل الشروع في موضوع الحوار. ربما تكون هناك اتصالات، وأنا أعتقد هناك اتصالات، دائما كانت هناك اتصالات لتشكيل هذه الأرضية ومن ثم الشروع، ولكن لا يبدو أن النظام مستعد لهذا. طبعا أنا مع الحوار، وأنا أعتقد أنه لا يجب أن يكون هناك حوار، ولكن حوار حقيقي وليس وهمي ومزور ومشوه ومضلل. لا، كن واضحين. نعم. ماذا تريد، من أنت ومن أنا؟ نعم. وماذا نشكل ومن نحن؟ نعم. على هذا الأساس يجب. نعم. أن بالنسبة إلى الأشخاص الذين يودون المشاركة ولديهم اعتقاد بأن المشاركة في يوم 22 نوفمبر يوم السبت بأن هذه المشاركة ستحل أو ستكون يعني بوابة لحل متدرج إلى هذه الأزمة، للأسف الشديد، للأسف الشديد عندما انسحبت الجمعيات المعارضة من الانتخابات الماضية صارت هناك انتخابات تكميلية ودخلوا ناس تحت هذه المسمى وتحت هذه الأرضية، نحن سوف نغير من الداخل. ولكن واقع الحال ماذا حصل؟ الفترة التي كانوا فيها صدرت أسوأ القوانين في تاريخ البحرين، تنتهك حقوق الإنسان، منعت التظاهرات، شرعت سحب الجنسية من الناس، شرعت الكثير من القوانين التعسفية والقوانين الظالمة. اليوم من هو مسؤول عن هذه القوانين؟ هم هؤلاء الناس للأسف الشديد، يعلمون أو لا يعلمون. من شرع هذه القوانين؟ هم الناس الذين شاركوا في تلك الانتخابات، كان موقف شعبي موجود اتخذته المعارضة، كل القوى السياسية كان يجب أن تقف مع المعارضة في تلك اللحظة. الذهاب أو الاستفراد بقرار شخصي وأنا بشارك وبغير من الداخل أثبتت التجربة فشلت. الآن عندنا انتخابات تكميلية وفشلت، الآن مرة أخرى تريد تكرر نفس السيناريو، وراح تصدر بعد قوانين تنتهك حقوق الإنسان، وأنت تتحمل المسؤولية المشاركة، أنت تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل قانون ينتهك حقوق الإنسان. الآن المعارضين أو الناس الذين شاركوا في الانتخابات التكميلية وأعضاء البرلمان، مع كل الاحترام لهم واحترامي لرأيهم، ولكن خلنا نكون واضحين، هم مسؤولين أخلاقيا على القوانين التي صدرت وتنتهك حقوق الإنسان. حتى هؤلاء الناس منهم الذين لم يوافقوا على القوانين، مادام قبلوا بالإجراءات ودخلوا في العملية، هم شرعوا قوانين منع التظاهرات، قوانين سحب الجنسية، قوانين التضييق التي صدرت، خصوصا صدرت من قبل ما يقال عنها مجلس الوطن، وإن كنت في السجن، من المسؤول عنها؟ لو لم يدخلوا هؤلاء الناس لما حصلت هذه. وللأسف الشديد الآن هناك بعض الأخوة وبعض الأخوات وكل الاحترام لهم يشاركون في العمل الانتخابية، وسوف يقوم النظام باستخدامهم لإصدار قوانين تنتهك حقوق الإنسان مرة أخرى، وسوف لن يغيروا من الداخل. ماذا عمل البرلمان السابق؟ أفضل برلمان صار هو ذاك البرلمان الذي كانت فيه المعارضة، بعدها لا قبل ولا بعد. نعم. واضح. هل سوف يغيرون؟ أنا يعني للأسف شيء أنا لا، يعني لو أخي سألني وراح أقول له لا أتمنى لك أن تشارك في انتهاك حقوق الإنسان، وكذلك هو مسجي إلى الناس، ولكن مع طرف الآخر مع احترامي لرأيهم ومع حقهم اتخاذ الموقف السياسي الذي يرتضوه، وأنا أنتقد أي تعرض لهم والتعرض لشخصياتهم أو لخيامهم، أنا ضد هذه الممارسات.
نعم أستاذ نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، شاكر لك هذا الحضور وهذه المشاركة الثرية. الأخوة والأخوات شكرا لكم، كانت هذه حلقة خاصة قبل انتخابات 2014 من برنامج حوار المنامة، إلى اللقاء.